بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج الانسز، وشغالين على برنامج الديزاين المدرب. ان شاء الله النهارده هنبدا ناخد حاجه جديده من ضمن التمارين اللي احنا شغالين عليها، وهو ازاي نبدا نرسم شكل الموديل بتاعنا في حاله ال 3 دي وفي حاله ال 1 دي. الكلام ده بيخدم معاك في الفاينايت اليمنت، او ما تيجي بقى تحل التمارين بتاعتك او المسائل الخاصه ب الفاينات إليمنت، وتروح بتحاول ترسم شكل الموديل بتاعك، وبعدين بتروح للميكانيكال ورك بنش وتقدر تتعامل مع الشكل اللي قدام. احنا عندنا هنا الشكل بتاعنا عبارة عن كانتليفر بسيط جدا، كروس سكشن بتاعه عبارة عن مستطيل، أبعاده كانت عبارة عن 10 مليمتر في 20 بطول 100 مللي. الكلام ده نقدر نعمله بطريقة بسيطة جدا باستخدام الأوامر الخاصة بالتو دي، ونقدر نرسم الشكل بتاعنا سواء 10 في ال20 شكل المستطيل، وبعدين نديله أمر اكسترود بالشكل بتاعنا أو بالطول 100، ونقدر نطلع الشكل ده. الحاجة التانية بقى اللي إحنا عايزين نبدأ نعرفها في قائمة اسمها الكونسبت، والقائمة بتاعت الكونسبت بتعرفني في حاجة اسمها ال1 دي، أو لما يكون عندك خط وأنت عايز تعرف له إن ليه كروس سيكشن معين. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الشكل بتاعنا ده مرسوم في حالة ال 3 دي، إنما الشكل ده عبارة عن نقطتين وفي خط هنا، والخط ده متعرف له اللي ليه كروس سيكشن عبارة عن 10 في 20. طب إزاي نتعامل مع الكلام ده داخل البرنامج؟ فتعالى بقى نروح نشوف الكلام ده نقدر نعمله إزاي على برنامج الديزاين مودرن. أول حاجة إحنا فتحنا البرنامج ودخلنا على المديول الخاص بالجيومتري، وبنروح لليونت وهنحدد اليونت بالمليمتر. الخطوة الثانية احنا عايزين نرسم الشكل بتاعنا بحالة ال 3 دي، فبنعمل سكتش وبعدين بنعمل لوك ات، وبعدين بنختار الأمر بتاع المستطيل، وأقدر أرسم شكل المستطيل وأديله الأبعاد بتاعته سواء للارتفاع أو العرض. العرض عندي كان عبارة عن 10 والارتفاع كان عبارة عن 20، وأقدر في الحالة دي أعمل جنريت وبعدين أعمل أمر اكسترود واقول له للسكتش ده اعمل لي ابلاي، وادي لي الطول بتاعي كله عباره عن 100 مللي، واشوف الشكل بتاعي في شكل منظور واقول جنريت. يبقى انا كده رسمت الموديل بتاعي بطريقه بسيطه كده. البرنامج هو رسمت انت الشكل قدامك ده بقى عباره عن 3 دي اليمنت، يعني هيقدر ياخد الكلام ده وهيروح يتعامل معاه في الفاينات اليمنت كانه 3 دي. ده كده طريقة من إحدى الطرق اللي أنت هتبدأ تشتغل عليها. في طريقة تانية تقدر ترسم بيها بالشكل الـ 3D، تعال نشوف هنعملها إزاي. إحنا برضو هنبدأ نعمل سكتش وبعدين أو نحدد اليونت، وبعدين نعمل إيه؟ نخش على الأمر بتاع الكريت، وننزل للأوبشن الخاص بالأشكال اللي موفرها لك البرنامج. فبالنسبة لنا إحنا ممكن نختار الشكل بتاع البوكس، ونقول له احنا عايزين البوكس ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 10 في ارتفاع 20 في الطول بتاعه عبارة عن 100. يعني تقدر تعمل الكلام ده بالامر او الاوبشن اللي موفر لك الاشكال المناسبة بالنسبة لك. تعال نشوفها تاني، هتلاقي عندك هنا شكل للكورة، شكل للبوكس، للسلندر، نقدر نستخدم الاشكال دي دون الرجوع للامر بتاع الاكسترود والشكل ده. بس في الحالة دي برضه هو الشكل هنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن شكل 3D، شكل مجسم أو شكل سوليد. تعالى بقى نقول له لا، إحنا عايزين نرسم بطريقة ثالثة. يبقى إحنا كده رسمنا بطريقة ورسمنا بطريقة تانية. تعال نروح بقى عايزين نرسم الشكل بتاعنا ده في حالة ال 1D element. نقدر نعملها إزاي؟ بنعمل سكتش وبعدين بنعمل لوك آت، وتعالى بقى نختار الأمر بتاع اللايت. بنبدأ نرسم اللاين، ما بنرسمش شكل الكروس سيكشن. وبعد ما اختار الامر بتاع اللاين بقول له ان اللاين ده عبارة عن 100 مللي. بعد ما اخلص الكلام ده بروح لجنريت، وابدأ اعمل من القائمة الخاصة بالكونسبت. هتلاقي عندك هنا في كذا امر من الاوامر اتنشرت معاك، حاجة اسمها line from point وحاجة اسمها line from sketch. لو انا اخترت
الاختيار الثاني اللي هو عباره عن اللاين فروم سكتش، السكتش اللي انت رسمه اللي هو عباره عن الخط لو انا ضغطت عليه، وتبدا تعرف له السكتش ده وتبدا تعمل ابلاي وتبدا تعمل جنريت. هتلاقي هنا ان الجسم بدا يتكون وسماه حاجه اسمها اللاين بار، وقال لك ان الكروس سكشن بتاعه هو غير معرف، فانت محتاج تعرف له شكل الكروس سكشن. يبقى احنا رسمنا خط اللي هو الطول بتاعنا، وعايزين نبدا نعرف شكل الكروس سكشن بتاعنا. شكل الكروس سكشن بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن مستطيل ابعاده 10 في ال 20. طيب نجيبها منين؟ يبقى نروح من قائمه كونسبت، هتلاقي حاجه اسمها كروس سكشن في الاخر، وموفر لك مجموعه من الكروس سكشن، سواء شكل مستطيل، سواء شكل دائري، سواء شكل الشكل دايرتين، او سواء شكل حرف سي، حرف الاي، حرف الزد، ال، حرف التي، بيديك الاشكال المشهوره بالنسبه للمقاطع المختلفه. فهقول له انا اختار الشكل بتاع المستطيل وهديله الابعاد بتاعتي. الابعاد اللي عندي عباره عن كام؟ البي عباره عن 10 والاتش عباره عن 20، وابدا اقول له جنريت، واروح لللاين بودي واقول له انا اعرف المستطيل بتاعي واعمل جنريت. بقى كده الرسمه عندي اتفهمت، او الرسمه بتاعتي اتفهمت، اللي هو عندي خط وليه كروس سكشن. هنا الشكل عندك مش ظاهر، تروح لقائمه فيو وتقول له اظهر لي شكل الكروس سكشن بالنسبه للجسم اللي قدامك. ادي شكل الكروس سكشن بدا يترسم قدامنا، وادي قيمه ال 20 وادي قيمه ال 10. تعال نعدل بقى مين؟ نعدل الزاويه بتاعتي. هروح اضغط على الايدج دي واحدد على الخط اللي انا رسمه، واقول له اعمل لي روتيت حوالين او لف لي الكلام ده بزاويه 90 عشان اشوف الشكل بتاعي في الصوره العدله بتاعتي. يبقى انا احنا هنا رسمنا مين؟ رسمنا البيم. الكروس سكشن بتاعه عباره عن ال 10 في ال 20 بطول ال 100، بس هو البرنامج فاهم ان ده عباره عن لاين، يعني هيبدا يتعامل مع المساله كانها 1 دي اليمنت. هو عباره عن خط وليه كروس سكشن، كروس سكشن بقى سواء كانت دايره او مستطيل بتاع مش هتفرق معاه، وبتعامل مع المساحه اللي انت عرفتها. ده بنقدر نستخدمه في المسائل الخاصة بالبيم والتراس الكانتليفر والكلام ده. فبالنسبة لنا احنا كده اخدنا فكرتين برسمة السوليد، وادي فكرة برسم باستخدام الوان دي. تعال نشوف حاجة كمان. اول حاجة عندي بختار سكتش، وبعدين اعمل نورمال تو، وقبل بدل ما اختار السكتش بختار حاجه اسمها البوينت، يعني هبدا احط نقط، هحط مجموعه من النقاط. النقطه الاولانيه هقول له لها كوردينيت، والكوردينيت بتاعها كانت عباره عن صفر وصفر وصفر، يعني هتكون النقطه بتاعتها هنا، واعمل جنريت. الحاجه الثانيه هقول له اعمل لي نقطه كمان، بس الكوردينيت بتاعها كانت عباره عن كام؟ بيتحرك في اتجاه الاكس عباره عن 100 مللي، وفي الواي والزد بصفر. وتعالى نشوف الشكل بتاعك. ادي بقى عندك هنا نقطتين. طيب النقطتين دول اقدر اروح بقى للقائمه بتاعت الكونسبت واختار حاجه بقى المره دي لاين فروم بوينت، يعني تقدر تعمل خط عن طريق او بواسطه ايه نقطتين. فاختار النقطه الاولانيه واعمل كنترول واروح للنقطه الثانيه وابدا اعمل ابلاي وبعدين اعمل جنريت. هتلاقي نفس خلق لك نفس الكلام او عمل كريت لنفس الكلام اللي هو طلع لك لاين بودي، بس باستخدام المره دي نقطتين، والكروس سيكشن بالنسبه له بقى غير معرف. فتروح للكروس سيكشن وتقول له ان الكروس سيكشن ده عباره عن 10 والاتش بتاعتك عباره عن 20، ونعمل جنريت ونعرف الكروس سيكشن بتاعنا، واروح لقائمه فيو واظهر الشكل اللي عندي. وعدل الجسم ده على زاوية 90، و يبقى أنا قدرت أرسم البيم اللي عندي بأربع طرق مختلفة. سواء باستخدام ال 3 دي element أو بال 1 دي element، قدرنا نحسب بيه أو قدرنا نرسم بيه طريقتين، وقدرنا نرسم بيه طريقتين.
ان شاء الله المره الجايه هنبدا نتكلم على بقيه الاوامر الخاصه بالكونسبت، سواء بقى للسيرفز من الايدج او السيرفز من السكتش، ونقدر نعمل كذا شكل من الاشكال اللي قدام. احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في تمارين اخرى.